الناس هتستنى لحد يوم 2012 الناس مش لاقيه تاكل تاكل لحد النهارده. انت عارف انتخابات البرلمانيه تاخد كام شهر؟ احسبها الشهر ايه؟ قدامك 3 اشهر انتخابات برلمانيه، اعمل دستور في شهرين وتاخد. يا باشا سؤال كويس بس ما نتكروتش. سؤال واحد ينفع الميدان؟ نعم. يبقى مكان الانتخابات؟ لا عايز اتكلم انا قدام. انا هقعد بقى يا اخوانا شويه في الظل، شويه في الظل هرجع عليك تاني، هيقعد في الظل معايا شويه في الظل، هقعد شويه في الظل ازاي. مامان تريح بقى شويه والله. عشان اريح بقى.